إيه موقف أهل السنة من خلافة يزيد بن معاوية؟ وإيه موقف أهل السنة من يزيد بن معاوية نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب بفيديو جديد. مات سيدنا معاوية رضي الله عنه بعد 19 سنة من خلافة أو ملك عظيم عاش الناس فيه في ازدهار واستقرار. ده كلام التاريخ مش كلام عاطفي، إن التاريخ بيقول كده، كانوا في ازدهار ورخاء عظيم. المهم مات سنة 60 هجرية وعهد بالخلافة إلى ابنه يزيد بن معاوية، واتكلمنا بالتفصيل اللي عمل كده، وقلنا إن مصلحة الاجتماع تجعل أنه من الممكن أن يكون اختيار المفضول أولى من الأفضل. كان في أفضل، كان في الحسين، كان في عبد الله بن الزبير، كان في ابن عباس، كان في مفضول. يزيد طبعا أقل من الناس دي، لكن المصالح المرتبطة من اختيار يزيد ممكن تخليه أفضل، لأن هو من بني أمية، وبني أمية هيجتمعوا عليه ومش هيحصل تفرقة ولا اختلاف للكلمة. فكل دي عوامل تؤدي إلى إنه حسن اختيار يزيد ابن معاوية، أو دي كانت وجهة نظر سيدنا معاوية. إحنا بس عايزين نثبت أنه كان يختار للدين ولمصلحة الأمة بصرف النظر عن مدى صحة وجهة هذه النظر، لكن لم يكن يعمل لدنيا وهذا الظن بهذا الصحابي الجليل. المهم، موقفنا كأهل سنة، البيعة صحيحة؟ البيعة صدق، بايعه الصحابة 60 من الصحابة كما يقول عبد الغني المقدسي، الحافظ عبد الغني المقدسي، عبد الله بن عمر نفسه بايع يزيد، فما فيش خلاف بين أهل السنة أنها بيعة صحيحة وخلافة صحيحة. فموقفنا من هذه الخلافة خلافة صحيحة. طيب، موقفنا من يزيد نفسه، عايزين نشوف موقفنا من يزيد بشكل عام وبشكل خاص، لأنه حدث في عهده مقتل الحسين. أما بشكل عام فكل ما أثير منه كان يشرب الخمر وكان يحب الفاحشة، فهذا الكلام غير مؤكد، قال به بعض أهل السنة لكن غير مؤكد، بل قال كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، قال محمد بن الحنفية، وده أخو الحسن والحسين، قال: بل وجدته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، ملازما للسنة. ده بشكل عام، يعني لا تصدق كل ما قيل عنه. قيل عنه انه في بعض الشدة والمعاصي، قيل عنه ذلك، وقيل عنه ايضا انه كان له بعض اعمال الخير. طيب، بالنسبة لمقتل الحسين في عهده، شيخ الاسلام ابن تيمية بيكذب اربع حاجات في منهج السنة. بيقول: لم يثبت باتفاق اهل النقل انه امر بقتل الحسين، هو امر بمنع الحسين من دخول الكفر، انما ما امرش بقتله، ده كلام شيخ الاسلام. الامر الثاني، الاكذوبه الثانيه اللي بيكذبها شيخ الاسلام، انه لم يفرح او انه فرح بمقتله، هذا كذب، لم يفرح بمقتل الحسين بل اظهر توجعه على قتل الحسين، ده كلام ايضا شيخ الاسلام. وقال ايضا رقم ثلاثه، انه لم يسبي نساء ال البيت ولم يهنهن ابدا بل اكرمهن، ودي من شيمة بني أمية، ما يعملوش أمر زي كده في نساء بني هاشم، أيضا ده من كلام شيخ الإسلام. رقم أربعة، لم يأمر بإحضار رأس الحسين إليه، اللي عمل كده عبيد الله بن زياد، إنما أما يزيد بن معاوية بريء من كل ذلك على كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. تقول يعني هو صحابي جليل يعني؟ لا طبعا، هو مش صحابي أولا لأنه اتولد في خلافة عثمان، تاني حاجة ما كانش من أولياء الله الصالحين أبدا، ولم يكن من الكفرة الزنادقة، إنما هو بين بين. ولذلك الإمام الذهبي يقول خلاصة بقى اعتقادنا في يزيد بن معاوية: لا نسبه ولا نحبه. بس يزيد بن معاوية تقول لي كده: لا نسبه ولا نحبه، وده كلام الإمام الذهبي وأيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ لأن حصل في عهده طبعا مقتل كثير من الصحابة وأبنائهم، موقعة الحرة اللي يعني أبيحت فيها المدينة 3 أيام، أمور عظيمة حصلت، مقتل الحسين حصل في عهده، فده اللي خلى أهل السنة يعني يقولون هذه القاعدة العظيمة: لا نسبه ولا نحبه. خلافته صحيح، هو ليس كافرا وليس من أولياء الله الصالحين، حصل منه منكرات وحصل منه فضائل، لا نسبه ولا نحبه، وهذا هو القول العدل الوسط في يزيد ابن معاوية. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.